هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا اكزرسيس دابليكاسيون اللي درت داك الحصه. داك الحصه شنو درنا؟ شلنا ديمونستراسيون ديال كيندين بين بان تي شابون ايت ان استيماتور دو ماكسيموم دو فريسونبلونس دو تي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال الثاني اللي هو بين بان تي شابون ايت ان استيماتور سون بيي دو تي. سو غادي نحاولوا باش نبينوها شنو نديروا. اول حاجه قلت لكم باش تكون تي شابو يعني واحد البارامتر ديال الماكسيموم دي فريسونبلونس اي تان استيماتور سون بي خاصني نبين بان ليسبيرونس ديال داك تي شابو كيساوي تي صغيره. دونك وادي درناها في الكور ديجا. اذا باش نبينوها شنو غادي ندير؟ غنقول اون يعني ساهله ليسبيرونس ديال تي شابو اي تي كال. شوفوا الفيديو اللي قبل عاد اجيو هنا حيت ما شفتوش الفيديو اللي قبل ما تفهموش هادشي اللي كندير دابا. دونك ديجا تي شابو ثروازيام ايتاب يعني درنا فيريفي بروميي ديال برودوي ال اكس تي لقينا ديجا لا ديريفي شحال كتساوي يعني انطلاقا من داك لا ديريفي لقينا تي شابو شحال كتساوي. قلت لكم تي شابو كتساوي لي اكس بار سور 4 لقيناها كتساوي شحال هي ليسبيرونس ديال اكس بار على 4 ياك هادي هي لقيناها في تي شابو. دونك عليها غادي ندير ليسبيرونس. هذاك علاش انا في العلاقه ديال الكور عطيتكم العلاقه ديال ليسبيرونس ولا فاريونس حيت فريمون مهمين هنايا. اذا شنو غادي نديرو هنايا؟ ملي كتكون ليسبيرونس ديال واحد الكونستانت فوا واحد الفاريابل هو اكس بار شنو كندير؟ يعني ليسبيرونس ديال ا فوا اكس هو ا فوا ليسبيرونس ديال اكس. هادشي اللي غادي ندير هنايا هادي غادي تكون هي ليسبيرونس ديال واحد على 4 فوا اكس بار يعني غير جوج فرقتو يعني وليسبيرونس ديال ا فوا اكس هو ا كنخرج الكونستانت على ليسبيرونس و اكس بار نخليها يعني هنايا داخله في ليسبيرونس. ايتيغال اكوا اذا واحد على 4 غنخليها هكا فوا ليسبيرونس اكس بار. اكس بار ديجا قلت لكم العلاقه ديالها لا موايا اريتميتيك راكم قريتوها في ستاتيستيك وعطيتها لكم في الكور ديال شانتيوناج في الشابيتر جوج هي لا سوم ديال اكس اي سور ان يعني كان العلاقه كنحطوها ديال اكس بار لا موايا اريتميتيك. اذا هنايا ان سور ان عندي كونستانت غنخرج على ليسبيرونس غتولي ان سور 4 فوا ان سور ان فوا ليسبيرونس ديال لا سوم اكس اي سي سا. اذا هي واحد على 4 ان يعني كتساوي واحد على 4 ان فوا ليسبيرونس ديال لا سوم اكس اي. اذا لا سوم نخرج على ليسبيرونس حيت هي كونستانت اذا غادي تولي واحد على 4 ان فوا لا سوم ديال ليسبيرونس ديال اكس اي. ليسبيرونس ديال اكس اي كونستانت ولا سوم ديال كونستانت هو ان فوا راني قلتها لكم يعني هي واحد على 4 ان فوا ليسبيرونس ديال اكس اي بلس جوسكا بلس ليسبيرونس ديال اكس اي. دونك هادي ان فوا هي ان فوا ليسبيرونس اكس اي هي واحد على 4 ان فوا ان فوا كوا ليسبيرونس ديال اكس اي سي سا. كتمشي ان مع ان كتولي هي ليسبيرونس اكس اي على 4 هي ليسبيرونس ديال اكس اي على 4 وليسبيرونس ديال اكس اي او ليسبيرونس ديال اكس انا ديجا عطيتها لكم في لي دوني ديال ليكزارسيس باش قلت لكم خاصكم ديجا تكونوا متبعين لو كاد ليكزارسيس اللي عطيتكم. فليسبيرونس ديال اكس قلت لكم هي 4 فوا تي عطيتها لكم هي 4 فوا تي. اذا غادي نجي نعوضها هنايا اذا نرجعوا لهنا باش تشوفوها. اذا غادي نجيو نعوضها ليسبيرونس اكس اي هي 4 تي سور 4 هنايا 4 سور 4 اذا 4 كتمشي مع 4 كتبقى تي. وهنا لقيت البارامتر تي اللي هو البارامتر دو ماكسيموم دو فريسونبلونس وكنجيو كندير دونك تي شابو راه ايتا نيستيماتور دو ماكسيموم عفوا ايتا نيستيماتور سون بي ايتا نيستيماتور سون بي ايتا نيستيماتور سون بي دو تي. دونك انا جاوبت على السؤال الثاني فريمون ساهل فقط كنبين ليسبيرونس تي شابو كتساوي تي. فعلا تي شابو لقيتها ديجا في الايطاب 3 اللي درت هذاك الحصه بان تي شابو لقيتها هي اكس بار على 4 جيت خرجت واحد جيت درت فكت هذه هي واحد على 4 في اكس بار جيت خرجت واحد على 4 على ليسبيرونس ولات ليسبيرونس اكس بار طبقت العلاقه ديال ليسبيرونس ا اكس
هي الاسبيرونس ديال اكس هي هذه اكس بار فاريابل حيت عنده علاقه ديالو هي لاسون دي اكس اي سور ان ان سور ان كونستانت خرجت حتى هي على الاسبيرونس كذلك لاسون خرجت على الاسبيرونس و لاسون ديال الاسبيرونس يعني ان فوا هي ان فوا الاسبيرونس ان مشات مع ان بقات الاسبيرونس على 4 والاسبيرونس ديجا بقيت عطيتها لكم في لي دوني ديال ليكزارسيس هي 4 فوا تي 4 فوا تي على 4 4 مشات مع 4 بقات تي سي سا دونك لقيناها بان تنستيماتور سون بيي دو تي السؤال الثالث دابا نلقيا سون بيي ان بينا واش اي كونفيرجون كار اي كونسيستون ما يمكنليش نبين انا تيشابو اي كونفيرجون الا ما كانش سون بيي دونك السؤال كيديك السؤال الا ما لقيتيش بان تيشابو اي كان استيماتور دي ماكسيموم دو فريسونبلونس اللي دات هذاك الحصه ما يمكنلكش تبين هاد لي زوطخ كيستيون الا بينتيها بان هادي ماكسيموم دو فريسونبلونس اوبليجي خاص تكون تيشابو اي كان استيماتور سون بيي دو تي باش يمكن يبين بانها اي كونفيرجون كار اي كونسيستون و الا كانت عاود كار اي كونفيرجون يعني عاد كنبينا واش ايفيكاس سيمو كنحبس تقدر مثلا تكون تيشابو اي كان استيماتور سون بيي وما لقاش اي كونفيرجون اذا ما لقيتاش اي كونفيرجون غنحبس ما يمكنليش نجاوب على السؤال الرابع ونبينها بانها واش ايفيكاس ولا لا حيت تو سامبلومون ماشي كونفيرجون دونك ما غاتكونش ايفيكاس سي سا يعني ايطاب كتديك الايطاب دونك فريمون هاد لي تخيك اللي كنعطيكم او هاد الملاحظات اللي كنعطيكم خاصكم يعني تكونوا ضابطينهم يعني ضبطوهم مزيان راه الا ضبطتو غير هادشي اي فونكسيون خلقتوها نتوما من عندكم ولا لقيتوها راكم غادي تعرفوا تتعاملوا معاها يكفي تعرفوا البارامتر وباش كتعرفوا البارامتر طريقة للاسئله اللي كيقول لك تي شابو بي نورا ايتان استيماتور بي ماكسيمو يعني تي هو البارامتر دونك شي لاخر كل اللي في الفونكسيون كونستانت كيكون كونستانت يعني اللي كتخدم عليه هو داك البارامتر حيت لا ديريفي كدير الشقاق ديال داك البارامتر كاين لي بروف اللي كيسميوه تيتا كاين بزاف دي بروف ومنهم سيو بن بوكر كيسميه تيتا داك البارامتر يعني غتخدم على تيتا يعني مثلا الفونكسيون نقدر نعطيها لك انا هي عوض ما عطيتها لك اكس 3 على 6 نقدر نعطيك هنا مثلا كرون تا هي 6 ما عطيتش انا شيفر دونك ونعطيك هنايا تيتا اوس اي 2 فوا اكسبونونسيال اوس ناقص اكس سور تيتا دونك هنايا ونعطيك ليسبيرونس ديال اكس هي 4 تيتا دونك اون فوا انت كتشوف ليسبيرونس ولا فاريونس يعني هي 4 تيتا او كاري كتعرف بان تيتا هو البارامتر دونك هنايا هاد ا غتكون كونستانت ا بارتيا ا ار هادي خلاص اكس هي دلالة الفونكسيون على دلالة اكس ها هي تيتا هي البارامتر دونك ما كيهمكش انت هادشي يعني هادي كتعوضها في 6 يعني هادي واحد على 6 اللي انا درتها هي واحد على ا يعني بحال هي ا كتعوضها بشبخ في عقلك يكفي انك تكون فاهم يعني دائما كدير بالك ان تيتا هي اللي عليها كتخدم دونك في لا ديريفي انت دير الشقاق خاصك دير عليها تيتا دونك في اتونسيون كاين كيسميها الفا كاين كيسميها جاما كاين كيسميها بيتا كل واحد كي كيسميها هذيك غير باش كيدوخوك وصافي الا كنتي فاهم ما كنظنش انك غادي تدوخ يكفي تعرف البارامتر اللي غتخدم عليه خلاص مع النوت في ليكزارسيس كيقول لك هو افيك كيعطيها لك افيك راه تي راه هو البارامتر دو ماكسيموم دو فريسونونس يعني كيعطيها لك مي الا ما عطاها لكش ها كيدير تعرف بان البارامتر اللي كتخدم عليه انطلاقا من هاد ليزانديس اللي قلت لكم دونك السؤال الثالث باش نبينا ايتا اي كونفيرجون كار اي كونزيستون شنو كندير خاصني نبين بان ريسبونس تي شابو اي تيغال تي اللي بنيتها ديجا يعني ديجا اللي بنيتها سون بيي ونبين بان لا ليميت ديال اي اللي كتقول بلوس انفيني لا فاريونس ديال تي شابو كتساوي صفر هادشي قلتو في الكور ديجا اذا انا ديجا ندير اون انا ديجا لقيت بان ريسبونس تي شابو اي تيغال تي هذا لقيتها وغادي نجي كاع هنا ندير لو دابخي دابخي كيسيون نيميرو 2 D'après question numéro 2. Ça veut dire déjà de la vérification. Et d'abord, c'est la limite. La limite, n est plus l'infini. La limite, directement sur le bac. Dial la variance des chapeaux est égale. Donc, ça, déjà, sous un nouveau chasse-score de l'étape 3, ni de la dérivée premier, le crédit des chapeaux. Allez, c'est ce qui déroule là. Et donc, on a fait ça. Il y a la limite dial plus l'infini de l'imène n. يعني بارابون ا ان يعني لا فاريونس ديال اش ديال اكس بار سور 4 يعني وهنا خاصني نطبق العلاقه ديال الفاريونس اللي عطيتهم لكم ديجا خاصكم تكونوا حافظينهم اذا هي لا ليميت بلوس لانفيني
de la variance ديال 1 على 4 fois x bar يعني غيفكك بحال ليسبيرونس اللي هي لا ليميت بلس لانفيني ديال و a fois x لا فاريونس ديال ax هي a او كاري في x يعني 1 على 4 او كاري fois v ديال x bar سي سا 1 على 4 او كاري هي 1 او كاري على 4 او كاري هي 1 على 16 اللي هي لا ليميت بلس لانفيني ديال 1 على 16 سي سا fois la variance de x bar ou x bar la raqa ديالها هي la somme x i sur n la moyenne arithmétique اللي هي la limite ديال plus infinity de 1 على 16 fois quoi اذا قلنا 1 sur n تخرج constante ب 1 sur n au carré اللي هي 1 sur n fois la somme x i يعني a fois x هي a au carré في x يعني 1 sur n au carré fois v ديال la somme x i c'est ça هي اللي بقات مازال هي الفاريابل اذا هنايا نقدر هاد 1 على 16 يعني غنخدم عليها راني اصلا لانيميت على ان تنخدمها على ان يعني فيما لقيت ان نعوضو بالبلوس لانفيني اذا نجيو نعوض هنا بالبلوس لانفيني غنقول ايكيغال هي لانيميت بلوس لانفيني ديال 1 سور 16 فوا 1 سور ان او كاري يعني بلوس لانفيني او كاري فوا لا فاريونس لا سوم اكس اي اذا لا سوم تخرج على لا فاريونس يعني تبقى لا فاريونس اكس اي و لا فاريونس اكس اي انا ديجا عطاها هذه في لي دوني 4 اي او كاري اذا هي بعدا 1 على بلس انفيني صفر 1 على بلس انفيني يعني عدد على الانفيني هو صفر هذا الشيء قريتوه ديجا يعني 1 على 16 1 على 1 على 16 صفر هي صفر دونك صفر في هذا الشيء هو صفر لقيت لا ليميت صفر ديجا لقيتها دونك هنا بلا ما نعوض نيشان 1 على 16 1 على بلس انفيني او كاري 1 على 16 صفر صافي ديال واحد عدد على الانفيني هو صفر دونك صفر في لاسون دو فاريونس اكس اي هي صفر مين كلي نفكها واخا لقيتها صفر كلي ندير واحد على 16 في صفر فوا لاسون ديال 4 تي او كاري صافي ديال لافاريونس ديال اكس اي هي 4 تي او كاري و لاسون ديال 4 تي او كاري كونستونت هي 4 تي او كاري بلس بلس لوا ان فوا يعني ان فوا 4 تي او كاري هادي ان فوا 4 فوا تي او كاري مي هادشي كيساوي صفر الاساس هو ندير انا لا فيريفيكاسيون انا دابا غير كنفيريفي انا لا ليميت خاصها تكون كتساوي زيرو وفعلا لقيتها كتساوي صفر وهنا باش نعرفوك فاهم دائما كدير ليكسبليكاسيون دي كالكول كتجي وكدير كاخ لا ليميت ديال ان اللي كتقول بلوس لانفيني كدير ديال ا واحد لو شيفر ا اون جينيرال على لانفيني كتساوي صفر ويمكن كدير له دابخي لو تيوريم باش يعرفك باش خدمتي دونك هنا باش كيعرفك علاش درتي هذه صفر خاصك دير له لو فيريفيكاسيون الى لقينا لي سبونس تي شابو تيغرافي يعني لقينا تي شابو ايتاني سيماتور سون بي دو تي لقينا كذلك لا ليميت كتساوي زيرو اذا السؤال الثالث هو فيريفي السؤال الثالث تا هو فيريفي دونك توا لقيناه بانه اي كونفيرجون كار اي كونزيستون شكات يعني كار اي كونزيستون يعني كار اي تاني استيماتور سون بيي دا كونزيستون كتعني يعني سون بيي كونزيستون المعنى ديالها هي سون بيي دونك كنجي كنقول تي شابو اي تا لا اي كونفيرجون اي كونفيرجون car il est consistant يعني car est un estimateur sans vie car il est consistant حيت راه ديجا consistant حيت هو كان ما كانش consistant او sans vie même que ليش نبينو بان convergent اصلا يكون با convergent ما يكونش convergent علاش هو convergent حيت راه sans vie هذاك علاش قلت لكم دابا خاص تفيريفي ليطاب الاولى ديال ليسبيرونس تي شابو كتكون كتساوي تي ويلا لقيتيها كتساوي تي يعني sans vie عاد تفيريفي الكونديسيون الثانية ديال لا ليميت إلا لقيتي كتساوي زيرو عاد يمكن نقول اي كونفيرجون سينو شرط واحد إلا ما تحققش راه ما يكونش كونفيرجون هنا علاش كونفيرجون حيت ديجا لقيتو كونزيستون سون بيي وزدت فيريفيت بلا ليميت ولقيتها زيرو باش قلت بأنه كونفيرجون فريمون هادشي مهم مهم بزاف ردو فيه البال دابا السؤال الرابع هو آخر سؤال هو نبين واش تيشافو إيطاني سيماتون إفيكاس اصلا الا ما كانش كونفيرجون راه يكون با افيكاس مي بما انه كونفيرجون راه يقدر يكون افيكاس نشوفوا واش غيكون ولا لا اذا باش غادي نبينو قلت لكم اوبليجي خاصكم لا فاريونس ديال تي شابو شحال كتساوي هي 1 على 1 اي تي وهذه عطيتها لكم في العلاقات في البارتي دو كور
اذا باش نبين لا فالونس بلي شافو كتساوي اي تي واحد يعني نقلو ديال اي تي خاصني بعدا نحسب اي تي نحسب بعدا لا فالونس ديال تي شافو شحال هي ونحسب اي تي وندير نقلو ديال اي تي ونشوف واش هي لا فالونس تي شافو الى لقيت لي قال اي تي دونك راه افيكاس اذا دابا اول حاجه ندير بها هو نحسب لا فالونس تي شافو ونحطها على حيده من بعد نحسب اي تي وندير نقلو ديالها ونشوف واش كاين لي قال اي تي اذا كندير نحسب لا فالونس تي شابو اذا هي لا فاريونس ديال اكس بار سور 4 سا دو دو بقيتها ديجا انا في ليتاب 3 في لا ديريفي برومي لقيت تي شابو بارامتر ديال ماكسيموم اذا 1 على 4 بالاو كاري تولي 1 على 16 يعني قلت كندير لا فاريونس ا اكس هي ا او كاري في اكس وهاد العلاقه تعطيتهم لكم ديجا حفظوهم فوا لا فاريونس اكس بار سي سا من بعد شو كنديرو اكس بار كتكون هي لا سوم اكس اي سور ان اذا هي 1 على 16 fois la variance de la somme xi sur n, la moyenne arithmétique, 1 sur n a tourné au carré, يعني هي 1 على 16, 1 sur n au carré, ça veut dire la variance ax a au carré vx, la variance de la somme xi. Idem, هذه نشير كلا 1 على 16, n au carré, fois la somme de variance de xi. Idem, شيء la somme خلاص la variance, quelle espérance? من بعد la somme de variance, هي la variance xi. Plus la variance xi plus plus n fois. Ça veut dire constante. Et ça veut dire la variance x, les données, il y a 4t au carré. Constante. C'est ça. Et donc, il y a 1 à la page n au carré fois la variance xi plus plus la variance xi. Il y a n fois. Il y a n fois la variance. Et donc, il y a 1 à la page n au carré fois n fois la variance xi ou la variance xi à 4t au carré. يعني هنا بعدا اين تمشي مع ام هيا نختزلها غتبقى 1 على 16 ام صافي الا اختزلتها ولا فاريونس ديال اكس اي شحال هي هي 4 فوا تي او كاري هنا كذلك عاود غنختزل هنا 4 في 16 هي 4 في 4 اذا نختزل 4 مع هاد 16 غتبقى شحال ايتيغال هي تي اوس 2 على 4 فوا ام تي اوس 2 على هنا تبقى 4 صافي اختزلت 4 بقات 4 فوا ان اذا شحال لقيت لافاريونس تي شابو تي او كاري على 4 ان عقلوا عليها خاصنا نعقلوا عليها دونك هاي تي او كاري 4 ان هي لافاريونس تي او كاري على 4 ان حطوا بالكم هادشي راه مهم راه الا فهمتوا هاد الفونكسيون انا بالعلاقتكم هادي حيت شويه صعيبه اذا فهمتوا هاد الفونكسيون اي فونكسيون عطيتها لكم غادي تعرفوا تجاوبوا عليها واي فونكسيون عطاها لكم البروف غتعرفوا تجاوبوا عليها اذا دابا لا فاريونس ديال تي شابو لقيتها هي تي او كاري على 4 ان دونك نقطعها ونخليها على حيده دابا غادي ندير اي غنحسب اي تي شنو قلت لكم في العلاقات اي تي اي تي غتكون كتساوي هي لا فاريونس ديال لا ديريفي ديال لوغاريتم العشري ديال برودوي ان اكس تي علاش هذه دلاله اكس تي يعني دلاله اكس صافي دو فونكسيون دلاله اكس و تي هو البارامتر الماكسيموم اللي عليه كندير لا ديريفي على لا ديريفي تي يعني هاد لا ديريفي اللي ديجا لقيتها في السؤال الاول في ذاك الحصه اللي درت في ذاك الفيديو دونك ما تجي تشوف ليها وليدي هذا الفيديو تتشوف بعدا الاول شوفوا بعدا هذوك الوالا عاد اجيو شوفوا هادو صافي باش تتبعوا كتبوا داكشي في ورقه باش تبقاو غاديين معايا ايطاب باغ ايطاب وتعرفوني منين جبت هادشي شحال لقيت لا ديريفي دو لوغاريتم اكس تي على لا ديريفي تي ديجا لقيتها هي ناقص 4 ان على تي بلوس لا سون اكس اي سور تي او كاري ياك اذا اي تي اي تي غال هي لا فاريونس هاد لا ديريفي اللي درتها لقيتها هي منين درت لا ديريفي بروميي ديال ذاك البروفي الجداء دو لا فونكسيون لقيتها هي ناقص 4 ان على تي او كاري بلوس لا سون اكس اي سور نو موان 4 ان سور تي قلت لكم سور تي بلوس لا سون اكس اي سور تي او كاري سي سا مزيان اذا هادي دخلت عليها لا فاريونس قلنا شنو هي لا فاريونس ديال اكس بلوس ايكغيك هي لا فاريونس ديال اكس بلوس لا فاريونس ديال ايكغيك اذا كنقسمها هي لا فاريونس ديال 4 ان موان 4 ان سور تي بلوس لا فاريونس ديال لا سون اكس اي سور تي او كاري في لا فاريونس شكون اللي كنديرو فاريابل اللي عندي دوني انا شكون هو اللي عندي دوني هو لا فاريونس ديال اكس هي اللي عندي كتخطي او كاري اذا اكس هو الفاريابل شي لاخر كونستانت والفاريونس الكونستانت
point de variable كان خرج الكونستانت او كاري وكنضربو في الفاريونس ديال الفاريابل هادشي غادي ندير هنا اذا يعني لا فاريونس ا اكس هي ا او كاري في اكس اذا يعني شكون عندي هنا كونستانت وشكون لي فاريابل بعدا هذاك وشي كونستانت علاش حيت انا ما عنديش اكس انا واش عندي انا عطيني في دوني شي لا فاريونس ديال ان ولا لا فاريونس ديال 4 ولا لا فاريونس ديال 1 على تي نو اذا هذه لا فاريونس ديال ا هذه بحال نسميها ا كونستانت والفاريونس ديال ا بدكم يا صفر ديجا قلت لكم في الغابيل رجعوا للكور لا فاريونس ديال ا صفر يعني هذه ما فيهاش اكس انا ما عنديش لا فاريونس ديال ان عندي لا فاريونس ديال اكس هي كتخطي او كاري اذا هذه مشات صفر بلس بقات هذه هذه انا شنو عندي لا فاريونس ديال اكس اذا لا فاريونس ديال سون اكس انا نخليها في الفاريونس و ان سور تي او كاري نخرجها للفاريونس غتولي هي ان سور تي او كاري الكل او كاري هي ان سور تي 4 اذا غتولي هي ان سور تي او 7 فوا لا فاريونس ديال لا سون اكس اي سي سا اذا كتساوي هي لا فاريونس ديال لا سون اكس اي سور تي او 7 واش يا كومبري مزيان هادي صفر مشات اذا بقات لا فاريونس سور تي او 7 جوداء اذا لا فاريونس ديال سون كنخرج لا سون على الفاريونس هي لا سون ديال الفاريونس اذا كتساوي لا سون ديال الفاريونس اكس اي على تي او 7 اذا لا سون ديال الفاريونس هي لا فاريونس بلس لا فاريونس بلس بلس ان فوا كونستانت هي ان فوا لا فاريونس هي ان فوا فاريونس اكس اي سافير هنا بلس مجموع ماشي بروفي جدائي ما تكونش بأس تكون يعني هنا تحت ما نطلعش الفوق حيت هذا بلس لا سون ماشي بروفي اذا على تي او 7 مزيان دونك لا فاريونس هي 4 تي او كاري هي ان فوا 4 تي او كاري على تي او 7 دونك هنا غنختزل تي او 2 مع تي او 7 غتبقى هي 4 ان سور تي او 2 هي 4 ان يعني لاحظ هي 4 ان سور تي او 2 اذا ها هي اي تي دابا لقيت غير اي تي لاحظ لا فاريونس هنايا لقيتها تي او كاري على 4 ان وهذه لقيتها بالمقلوب 4 ان على تي او كاري اذا هي هذيك مي ندير المقلوب واحد على اي تي غتعطيني هي هذيك اذا دابا 4 ان سور تي او كاري بلا مقلوب غندير واحد على اي تي اذا نقول واحد على اي تي انا هي اللي بغيت نفيريفيا نشوف واش اي تي قال لا فاريونس اذا هي واحد على ياش على 4 ان على تي او كاري هي اللي لقيتها هنايا 4 ان على تي او كاري اذا نقلب واحد على واحد عندي في البسط و اي تي هي اللي عندي فيها على هنا واحد العلاقه خاصكم تعرفوها هذا نشرحها بالنسبه للناس الاداب اللي ما يفهموهاش اما العلوم فاهمينها كاينه ا على بي على سي ملي كيكون في البسط ا ياك وكان بغي ندير المقلوب ديال المقام بي على سي يعني البسط ا ها هو ما نقش فيه والمقام كله هو اللي بغيت ندير له المقلوب في هذه الحاله كنجي وكندير كتساوي ا فوا وكندير المقلوب سي على بي سي سا هذه الاولى كاينه الثانيه دابا انا اللي بغيت ندير له المقلوب هو البسط لا في الاول كندير هذا ا فوا سي على بي وي اه كيكون البسط هي هذه كيكون البسط ما نقش فيه هو ا فوا وكندير المقلوب ديال المقام دابا العكس ا على بي على سي دابا البسط ما نقش فيه الحاله الثانيه هو انني البسط كيكون كله مجموع في الاول هنا عندي واحد بوحدها هذا واحد يا بوحدها دونك ما كنبقاش فيها ولكن لي مجموع هو اللي كندير له مقلوب اي تي هي اللي فيها 4 سور تي او كاري دونك هي اللي مجموعه هي اللي عندي لها المقلوب هي المجموعه في مقام واحد دونك هو اللي عندي له مقلوب ها هو هنا دابا عندي ا على بي على سي يعني دابا ا على بي هي اللي مجموعه في البسط وعاد عندي سي اذا شنو غادي ندير ديك ا على بي اللي عندي مجموعه كنحطها ما كنقش فيها وكندير المقلوب المقام حيت ديما انا المقام هو اللي كندير له المقلوب دائما المقام هو اللي كندير له المقلوب ففي الاول ا كانت بوحدها هي واحد هي بحال هنايا يعني في الاول ا كانت بوحدها اذا انا كندير هذا هو البسط والمقام عندي بي على سي وانا دائما كندير المقلوب المقام اذا المقلوب غادي ندير ديال بي على سي كلها هاي ا فوا هاي ولات سي على بي هنايا عندي ا على بي في البسط وانا البسط ما كنديروش المقلوب دونك كنخليه هكاك انا خليته هكاك حيت عندي مجموع في البسط والمقام عندي سي والمقلوب سي شنو هو هو واحد على سي يعني هذاك علاش درت ا في بي
اعدادي فوا واحد على سي فهاد جوج علاقات راهم مختلفين هنا شنو غندير واش غندير الاولى ولا الثانيه بيان سور كو غادي ندير الاولى علاش حيت انا عندي واحد على اي تي واحد ها هي واحد على واحد البسط ما كنبقاش طايح دونك هو اللي غادي نديرو هنايا لاحظ غير بشويه انا كنخدم على صحاب ادم هذا واحد كاين بوحدو ما فيش عاله يعني واحد على واحد انا البسط ما كنديروش نقلب دونك كنخليه يعني واحد على اي تي كتساوي هي واحد على واحد هي واحد كنخليه فوا وانا نقلب اللي كندير هو هذا المقام والمقام هو اي تي اللي هو مجموع ها هو عاله 4 ان سور تي او كاري غنديرو نقلب غنولي تي او كاري على 4 ان شتيها واحد على واحد هي واحد واحد تي او كاري 4 ان هي تي او كاري 4 ان واش هي لا فاريونس ها هي شتيها هي لا فاريونس دونك منين كنلقى ليغاليتي راه افيكاس سي سا جيسبر ما نكونش زربت بالنسبه للناس اللي علوم هادشي راهم طاحنينو يعني غيفهمونيش كنقول وكاين اللي يقول لك علاش كتضيع الوقت في هادشي انا كنخدم بالنسبه للناس اللي علوم وبالنسبه للناس سيونس نات وبالنسبه للناس عاوتاني عندهم اداب الناس اللي اداب هادشي راه ما كيفهموش دونك خاصني نشرحو ايتاب باغ ايتاب باش يفهموه اما نورمالمون حتى دوك العلاقات دي فاريونس ودوك العلاقات دي ديريفي ما كانش ليا كاع نعطيهم لكم سافو دير راكم قاريينهم من الناس الاداب كيكون عندهم مشكل في الماط فاوبليجي خاصني نعطيه لهم اذا كنجي كنقول دونك تي شابو ايتا نيستيماتور افيكاس دو تي سي سا وكنكون جاوبت على لي كيسيون وهادشي اللي كيتعطى في ليكزام سي سا دونك جيسبيغ كو تكونوا فهمتوا يقدر بعد ما غات بعض لي بروف كيعطيوهم مستقل يعني دابا انا ساليت ليكزيرس دابا غادي نفتح واحد القوس اخر كملاحظات الملاحظه نقد نعطيكم صافي هذا هو لا سيونس التاليه حيت ساليت لي شونتيناج استيماسيون دونك الملاحظه اللي نقول لكم هو بعض الاساتذه بعض المرات كيعطيو اكزرسيس مستقل يعني في عرض نعطيك هو الفونكسيون ويقول لك بينها بانها ايتان استيماتور سومبليي و ايتان استيماتور دي ماكسيموم دو فريسونبلونس و كونفيرجون افيكاس كيجي وفقط كيبغي يعني يفيريفيك واش فاهم ولا لا يعني بعدا واش فاهم داك سومبي ولا لا عاد في اكزرسيس اخر ديال 6 نقاط كيعطيك لا فونكسيون شنو كيعطيك هادي مادام توات كانت كديرها كانت كتعطيكم مثلا في لي دوني تي شابو كتساوي شي حاجه مثلا بحال انا اكسبار سور كارت مثلا تعطيها لك يعني جوج لا سون اكس اي مثلا سيغ سي ان باغ اكزومبل ها هي عطاتك تي شابو كتعطيك لي دوني في ليكزارسيس كتعطيك ليسبيرونس ديال اكس مثلا هي مثلا دو تي باغ اكزومبل كتعطيك لا فاريونس ديال اكس هي دو تي او كاري باغ اكزومبل يعني كتعطيك هادو وكتقول لك انطلاقا من هاد لي دوني بيني كتقول لك مونتخي كو بان تي شابو اي تان استيماتور سون بي دو تي بيني بان تي شابو اي كونفيرجون وبينيها بانها افيكاس يعني ما كتجيش تقول بين بان الفونكسيون اي تان استيماتور دي ماكسيموم دو فريسونبلونس كتعطيك نيشان غير هاد لي دوني يعني كتعطيك تي شابو نيشان واجده تعطيك ليسبيرونس لا فاريونس وتقول لك بيني فهذه بيان سور كتخدم هادشي اللي قلت لكم يعني تي شابو ملي كتكون عندك صافي عندك ليسبيرونس لا فاريونس يعني باش تبينها صوبية خاص تكون عارف العلاقات باش تبينها خاص تكون ليسبيرونس ديال تي شابو كتساوي تي يكفي انك هاد تي شابو يعطيها لك هنا دخلها في ليسبيرونس الا بقيتي هي تي راه ايطان استيماتور صوبية ما بقيتيهاش راه لي با ان استيماتور صوبية و الا ما كانش صوبية بلا ما تبغي في لي زوطخ كيسيون اتقول دونك راه تي شابو ني با كونفيرجون اي ني با افيكاس و كنجمع سي سا فمثلا الا دخلت انا هادي هادي غنديرها لكم غير شفاوين باش تعرفوا الا دخلت مثلا ليسبيرونس على هادي ها هي مثلا كوريسبون ليسبيرونس ديال دو لا سون اكس اي سور سي ان اذا قلنا الكونستانت كلو كيخرج على ليسبيرونس اللي هي دو سور سي ان يعني هي دو سور سي ان خرجات على ليسبيرونس ديال لا سون اكس اي سي سا اذا كنجي كندير دو سور سي ان فوا كوا يعني لا سون ديال ليسبيرونس و ليسبيرونس اكس اي هي دو تي يعني هي لا سون ديال دو تي سي سا سا فو دير لا سون خرج على ليسبيرونس و ليسبيرونس اكس اي ها هي هي دو تي سي سا هادي كونستانت هي ان فوا
هي جوج على سي ان فوا ان فوا دو تي. اذا شنو كندير هنايا؟ كتمشي ان مع ان، شنو كتبقى؟ جوج على ستة هي ان تيغ، هي واحد على ثلاثة سي سا. واحد على ثلاثة فوا كوا فوا دو تي هي دو سوغ خوا تي. واش لقيتها هي تي؟ نو. اذا ما لقيتهاش تي، اذا نقول تي شابو ني با ان استيماتور سون بيلي دو تي. دونك تي شابو ني با كونفيرجون كار إل ني با كونزيستون، كار إل ني با كونزيستون، وغادي نقول تي شابو ني با إفيكاس. سي سا، هادي عطيتكم غير ملاحظة تقدر تاهي تطرح في لو جور دو ليكزامان فتكونوا عارفينها. يعني إلا فهمتوا غير هادشي اللي قلتلكم في ديك لا فونكسيون، هادشي غادي تفهموه. سي سا، غنعطيكم كذلك أنوني نعاود لكم دوك العلاقات باش اللي ما فهمهمش في الكور يولي يضبطهم دابا. العلاقات اللي احتاجينا في هذا الشيء، العلاقه اللي احتاجيناها هي ليسبيرونس ديال ا اللي قلت لكم كتساوي ا، كاينه ليسبيرونس ديال ا اكس اللي احتاجيناها هي كونستانت ا فوا ليسبيرونس اكس. خدمنا ليسبيرونس اكس بلس ايغريك، هي قلنا ليسبيرونس ديال اكس بلس ليسبيرونس ايغريك، هادشي كنتو شفتو في البروفا. درنا ليسبيرونس ديال اكس موان ايغريك هي ليسبيرونس ديال اكس موان ليسبيرونس ديال ايغريك. كاينه لا فاريونس ديال ا قلنا هي زيرو، كاينه لا فاريونس ديال ا اكس هي ا او كاري فوا في اكس، كاينه لا فاريونس ديال اكس بلس ايغريك هي لا فاريونس ديال اكس بلس لا فاريونس ديال ايغريك، وكاينه لا فاريونس ديال اكس موان ايغريك هي لا فاريونس ديال اكس بلس لا فاريونس ديال ايغريك بلس او موان جوج الكوفاريونس اكس ايغريك. مي اكس انديبوندون ايغريك، اكس مستقلة على ايغريك، إذا الكوفاريونس ديال اكس ايغريك زيرو، جوج فوا زيرو زيرو مشات، هذاك علاش بقات غير لافاريونس اكس زائد لافاريونس ديال ايغريك تابلو مو، ماشي بحال ليسبيرونس. درنا كذلك لي ديريفي، يعني ا بخيم لا ديريفي ديالها زيرو، كاينة ا فوا اكس يعني بخيم، إذا قلنا هي ا فوا اكس بخيم، يعني هي ا فوا واحد هي ا. كاينه كذلك x على بويسونس n، لا ديريفي ديالها هي n x n موان زا، سي سا. كاين لا ديريفي ديال لا فونكسيون f على بويسونس n هي n f n موان زا فوا f بخيم، وهذه هي اللي مهمه ديال n سور g بخيم. هذه طبقناها، هذه اللي خاصكم تكونوا عارفينها، حيت هي اللي كنخدموها هنايا، هي ناقص g بخيم مقام بخيم بناقص على g او كاري. يعني هذا المقام كنرفعلو الاو كاري. كاين كذلك اف سوغ جي بخيم هي اف بخيم جي موان جي بخيم اف على جي او كاري. سي سا، هاد العلاقة ديجا عطيتهمكم كرابيل، عطيتهمكم في الكور كرابيل، غير بغيت نعاودهم. انا كنبغي نعاود باش اللي ما فهمش يولي يفهم فقط، اما نورمالمون هادشي ما خاصنيش نعاودو، مي غير باش تفهمو مزيان وصافي باش تجيبو بون نوت. دونك كذلك كاينه لا ديريفي ديال لوغاريتم، تاهي درنا لها لا ديريفي لوغاريتم دافالور ابسولي ديال واحد الدلائل.